معانا الاسكندر كباب، محتاجين شرايح لحمه بفتيك نص كيلو، كيلو اللي موجود عندنا او المتاح، بصله كبيره مفرومه ناعم جدا، معلقه كبيره صلصه، 3 حبات كبار طماطم متقشرين ومفرومين ناعم، معلقه صغيره ثوم مفروم، قرن فلفل اخضر مشوي شطه، رغيفين خبز شامي او بلدي متحمرين في زيت او زبده، معلقتين كبار زبده او سمنه، معلقتين زيت، معلقتين ملح وفلفل اسود، معلقه ملح ومعلقه فلفل، معلقه توابل تركي مشكله، اوراق كزبره خضراء، معلقه صغيره كمون، كوبايه كبيره زبادي. ده للاسكندر كباب بالطريقه المعتاده. انا زودت عليه للزياده للقيمه الغذائيه، انا عندي ولادي حد بيحب اللحمه وحد ما بيحبهاش وحد بيحب الكفته، فدخلت عليها كفته. هقول لكم المقادير وانا عاملاها جاهزه، هقول المقادير ونقول عملناها ازاي مع بعض. ربع كيلو لحمه مفرومه ناعم، بصله كبيره مبشوره، معلقه صغيره ملح وفلفل، معلقه صغيره توابل مشكله، ومعلقه بقسماط. طبعا اللحمه هنا سعيد بصراحه هو يعني جهزها، خلط كل المقادير اللي انا قلتها لحضراتكم دي مع بعض، اهي ما شاء الله قدامكم على الشاشه اهي، خلط كل المقادير مع بعض وكورها كور صغيره في حجم عين الجمل الصحيحه. هي مش محتاجه اي حاجه، احنا عملنا كفت كتير جدا، اي وصفه كفته عندنا تمشي ان احنا نعملها. ادي الكفته اهي، احنا جهزناها كل المقادير خلطناهم على بعض. هنا اول حاجه انا معايا طاسه على النار، طاسه جريل، طاسه عاديه، بس ممكن احطها هنا قدام كده كده، الطاسه تبقى سخنه جدا معانا بالشكل ده، ونجيب كمان حله، نحط الحله هنا كده. نجهز الاسكندر كباب حاجتين، في الصوص اللي بيتعمل عليه وفي اللحمه اللي بتتجهز معاه. في كمان اسكندر كباب بيتعمل بالكفته من غير لحمه، انا عملت بقى الاثنين مع بعض علشان نعمل كده ونعمل كده. هنا كده ادي معايا اللحمه متقطعه شرايح، هنا هاخد معلقه سمنه هناخدها لتجهيز الصوص او زبده المتوفر عندنا، هذه كده معلقه سمنه، هنا كده معلقه صغيره معلقه الشاي سمنه هنا معانا في الطاسه. الو، الفل. صباح النور يا حنون، عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا رود؟ ازيك يا حبيبتي؟ ربنا يخليك حبيبه قلبي، تسلمي، تسلم عيونك، ما شاء الله ليكي طله جميله يا غاده والله، تسلمي لي يا حنان، طلع على وشك، ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا حنان. جميل الكباب اسكندر ده، نعمله ان شاء الله. انا بعمل حاجات منك كتير تطلع مظبوطه جدا. انت اشطر شيف يا حنان والله، ما شاء الله عليك. لا ازاي، انت برضو ما شاء الله، انا بتعلم من الكل والله، انت جميله يا غاده والله. ربنا يخليك يا حنان، تسلمي يا حبيبتي. الورد وراكي ما شاء الله تحفه تحفه. اتفضلي، ده انت اجمل ورده. ربنا يخليك يا شفتي الديكور كله بصراحه، مش الورد بس، بصراحه الديكور كله ما شاء الله. قناه شايفه الديكور ما شاء الله والله، وبقيه البرامج برضو يا غدا جميله جدا، انا من اللي بحب قناه سن جدا ومتابعاها، برامجها والله حلوه أتمنى جميله. اتمنى ان كل المشاهدين فعلا يتابعوا، قناه محترمه والله، بتقدم محتوى ثقافي واجتماعي، يعني مش اي كلام، ده صحيح حقيقي، ده حقيقي والله. بقول لك اتمنى كل الناس تتابع كل البرامج، استفاده 100%، حتى البرامج السياسيه التوك شوز اللي عندنا. أنا معاكي. احنا أنا عندنا معاكي. برنامجين بالورقه والقلم، استاذ نشأة الديهي ودكتور عمرو عبد الحميد راي عام، ما شاء الله كل القضايا الاثنين احلى من بعض بجديه ومناقشه حره جدا جدا، يعني اتمنى كل الناس تتابعهم. عندك حق فعلا. عملت انا المكرونه المحمره امبارح، كانت جميله جدا يا غاده والله. يا حبيبتي تسلم، كنت عايزه اصورها لك بس وانزلها لك على الصفحه. يا نهار ابيض، دي احلى مكرونه دي ولا ايه؟ بما ان انت بقى معانا في المهنه وشيف ست بيت محترمه وشيف كبيره، عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه، بمناسبه امبارح اليوم العالمي للشفاء. اليوم العالمي للشفاء، كل سنه وكل طيب. بحيي كل ست بيت شيف في بيتها، وبتسعد بيتها واولادها وجوزها باكل حلو زي الاكل اللي انت بتعمليه وبتنزليه يا حنان. حرمش منك يا حبيبتي، يومك جميل وحلقه جميله زيك يا حبيبتي. الله يسعدك، وتحياتي لكل اللي عندك. حبيبه قلبي تسلمي يا حنان، تسلمي يا حبيبتي. باي باي يا حبيبتي، شكرا جدا ليك يا حنان، كتر خير، مع السلامه. الله يسلمك.
هنا بقى انا حطيت هنا على النار معلقه صغيره سمنه ومعاها معلقتين زيت او معلقه كبيره مليانه زيت. الطاسه سخنت جدا زي ما احنا شايفين، هنزل فيها شرايح اللحمه البفتيك كده بالشكل ده، هنزلها. انا عايزاها تتشوح وتقفل المسام بتاعتها. هفرد كده فيها بالراحه جدا كده، شايفين كده؟ اه، هي ما بتاخدش اي وقت، وبالذات بتتعمل باللحمه البفتيك علشان اللحمه البفتيك ناعمه وسهله في السوى على طول. وهنا معايا هنا كمان معلقه السمنه حطيتها، وحطيت عليها البصل، بشوح البصل يا دوبك، انا عايزه البصل يدبل ما ياخدش مني اي لون اهو بالشكل ده كده، عايزاه بس يدبل عشان ننزل عليه الطماطم والصلصه اهو بالشكل ده. شايفين اللحمه ما تنزلش ميتها طالما احنا شغالين فيها صح، الطاسه سخنه جدا، الماده الدهنيه سخنت، ننزل عليها اللحمه على طول يتسد مسامها ما تجيبش اي ميه منها اهو بالشكل ده. هنا بقى معايا ادي التوم اتشوح كده، هنزل على طول على التوم هنزل على البصل معلقه التوم المفروم، معلقه صغيره توم مفروم ناعم، يديني كده نفس حلو، يديني ريحه جميله جدا اهو بالشكل ده. مش عاوزه انا التوم يعني يغير لونه ولا يصفر ولا حاجه، انا عاوزه بس يا دوبك التوم كده يطلع الريحه والنكهه الجميله بتاعته. الو الو، خير على احلى دودو. صباح الفل يا مدام نادية حبيبه قلبي والشياكه والجمال. تسلمي لي يا روح قلبي، والشطاره والاكل المتنوع على طول ما شاء الله. ربنا يكرمك يا مدام نادية، كل سنه وانتم طيبين جميعا. شيفات مصر كلهم باليوم العالمي للشيفات الجمال بحبايبنا كلكم. حبيبه قلبي تسلمي لنا يا رب، وتعيش يا رب. الله يخليك يا مدام نادية، كل الحلو يا حبيبه قلبي. حبيبه قلبي تسلمي. عامله ايه يا روحي؟ انا الحمد لله انا كويسه جدا، انت حضرتك عامله ايه؟ دايما تكوني بخير، وكاست البرنامج كله يكون بخير يا رب. ربنا يخليك. وطبعا انا قاعده وسامعه، احنا طبعا اكيد بنتفرج على قناه تن، مش بنسيبها، وبحب جدا البرنامج بتاع راي عام، لان المذيع بتاعه ايه ده، ايه الاخلاق وكده. اعلان كبير دكتور عمرو عبد الحميد، اعلان كبير صراحه، الهدوء والجمال، ويجيب ناس يعني كل البرامج بتاعته جميله ما شاء الله. والسيزون الجديد اللي اشتغل من حوالي شهر كده، انا ببعت له تحيه ما شاء الله من عند حضرتك والله يا شيخ. وانا كمان والله برضه بسلم عليه. وكمان البناتيت صحابك اللي انا مش فاكره اسم البرنامج بتاعهم برضه. نعم اه، كلام البنات ده النهارده بقى بعديه على طول، عندهم فقرات تحفه، اتمنى تتفرجي عليهم. بصراحه دمهم زي العسل الثلاثه والله. اه كلام بنات. تسلمي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا مدام نادية. الله يخليكي، وتسلم ايديكي على كل حاجه حلوه بتعمليها يا شيف. النهارده كمان انا عامله لحضرتك مخصوص كمان. أيوة. وحضرتك ومدام احلام اكله نباتي. أيوة جميله. أيوة. جدا، عشان انا عارفه ان انتوا نباتيين. ربنا يخليكي ويكفيكي شر المرض والله. ربنا يخليكي، على طول تعبانه والله. الله يخليكي لينا يا مدام نادية يا رب. الله يخليكي حبيبتي، ميرسي جدا لحضرتك، ميرسي جدا ليكي. مع السلامه. الله يسلمك. هنا كده اللحمه بعد ما خدت تشويحه كويسه جدا، وتقريبا خلاص هي كده يعتبر استوت، لان اللحمه البفتيك ما بتاخدش اي سوى على النار. طبعا لو احنا قلقانين انها ما استوتش، نزودها نص كوبايه ميه مغليه على نار هاديه تكمل تسويه. هي هنا اللحمه خلاص معايا، اللحمه دي ناعمه جدا. انا هعمل ايه؟ انا هفضيها هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ادي، بصوا مكانها بقى الاسلعه اللي حصلت دي، هزود عليها معلقه زيت او سمنه براحتنا جدا اهو، معلقه بس واحده زيت صغيره كده. وهعمل ايه؟ عندي كور الكفته الجاهزه زي ما قلنا اهي، كور كفته كده هنزلها معانا في الطاسه، مش هعمل فيها اي حاجه. وادي اللحمه كده مستويه هنا. انا بعد ما شوحت البصل نزلت الثوم تشويحه كده، نزلت معلقه الصلصه معايا، وخدتهم عليهم تقليب مستمر، وخدت عليهم الطماطم المفرومه، ثلاث طماطمات او اربع طماطم مفرومه ناعم. هنا بقى معايا معلقه توابل كده مشكله، توابل التركي المشكله بتتباع عند العطار. لا احط هنا كل التوابل عشان ما تتلسوعش معانا، وهحط هنا معلقه كمون. التوابل التركي بيميزها جدا الكمون. الو الو الو، ايوه 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 غدا.
صباح الفل يا صباح النور يا حضرتك. والله العظيم لسه فاكره حضرتك بقول اكل نباتي عشان ما أيوة احلام. ايوه انا بشكرك اهو والله العظيم. انت جميله غاده وبتحسي بالناس كلها. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا حبيبتي. ربنا يكرمك ويفرحك باولادك. الله يخليك يا رب. اللهم زي ماما والاسره والبنات الحلوين. الحمد لله والله كلهم كويسين. ربنا يطمنك عليهم يا وزي رب. اسره البرنامج الجميله كلهم بخير. سامعين حضرتك يا حبيبه قلبي السكره داليا. داليا داليا ما انا بقول داليا داليا والمهم ان برنامج كل القناتين متنوعه وجميله والله حقيقي. المذيعين بتاعتهم ممتازين بجد حقيقي. قناه جميله الواحد بيقعد قصادها بجد مش عايز يقوم. ما بقول لحضرتك مش برامج المطبخ بس لا والبرامج الحواريه كل. وانت منوره الدنيا. ربنا يعني يخليكي. الله يخليكي. بقول لك والله عايزه ابعت لمريم ربنا يقومك يا حبيبتي بالسلامه. عملت النهارده العمليه. النهارده العمليه ان شاء الله بخير يا رب. وتقوم بالف سلامه يا مريم يا حبيبتي يا رب. يا رب بسلم على مدام ايمان وبقول لها مامتك ربنا يرجعها البيت بالسلامه. ربنا يشفيها يا رب ايمان ويعافيها. في السعوديه يا رب. اه طبعا ربنا يكرمهم ويشفيهم ويعافيهم ويرجع مريم بالسلامه يا رب باذن الله. ارجوكي بلغيها سلامي جدا جدا من جدا من عليا يا حبيبتي. من الف عليا. الف مليون سلامه عليها وعلى كل مريض يا رب. الله يخليك يا حبيبتي ومتشكرين جدا. العفو لحضرتك يا فندم. الف شكر. الف شكر جدا ليكي. متشكره جدا جدا. شكرا لتليفون حضرتك. هنا انا زودت شويه ملح وفلفل معلقه صغيره ملح معلقه صغيره فلفل مع التوابل والكمون. هنسيبهم بقى يغلوا غلوه وبس. هي كده تبقى استوت اهي غلوه واحده زي ما احنا شايفين كده معانا. هتبدا تغلي كلها تتشكشك في بعض كده وبعدين هنا هدي بس النار عليها خالص وارجع للكفته بتاعتي. هنا كده زي ما احنا شايفين الكفته خلاص. الكفته بتاخدش اي وقت معانا على النار اهو بالشكل ده كده اهو. وطبعا انا كان معايا العيش عايزه اوريه حضراتكم كده. ادي العيش اهو تمام. العيش كان متقطع مكعبات ومتحمر. الاسكندر كباب انا حطيت العيش المتحمص اللي كنا احنا محمصينه مقطعينه كاريهات صغيره ومحمرينه في معلقه زبده معلقه زيت متحمر. فرشته في الطبق وحطيت عليه كبشه واحده من الصوص الطماطم اللي احنا كنا عاملينه وفوقيه غرفت اللحمه والكفته مع بعض وشويه صوص عليهم. بس هو ما بيتعملش معاه حاجه اكتر من كده. طبعا بقى بيتاكل معاه زبادي. الزبادي بقى احنا هنديله ايه؟ هنديله رشه فلفل اسود صغنونه ورشه ملح بس كده. ممكن نحط توم لو احنا بنحب. بس هو الصلصه فيها كل حاجه طعمها قوي مش عايزين نضيع طعم الصلصه. هنا رشه ملح ورشه فلفل على الزبادي ويكفي جدا جدا. طب ليه بقى بياكلوها كده؟ علشان التوابل التركي فيها شطه، فيها شطه مجروشه كتير حاميه وفيها قرنين فلفل شطه بتتاكل معاهم. فعشان حاجه تهدلنا الطعم لازم يتاكل معاها الزبادي بالشكل ده كده اهو كده اهو. نحط كده معلقتين ثلاثه زبادي. هي علبه زبادي كبيره تهدلنا بس من موضوع الشطه بالشكل ده. وطبعا الكزبره الخضراء بتبقى اضافه جميله جدا اهو.